एकदम हॉरर है, थ्रिलर है, रोमांस कॉमेडी ट्रेजेडी सब कुछ है. من أكتوبر 29 حتى نوفمبر الأول لعام 2009 مهرجان دوحة رايبك الأول سوف يقوم بعرض 30 فيلماً من حول العالم. يقدم الأفضل في السينما العربية. امشي روح البيت. الأفلام الوثائقية. اليوم. الأفلام المستقلة وبعض الأسماء الهوليوودية المعروفة. I'm a person of interest in an ongoing investigation. Oh my God. ينطلق المهرجان مع عرض خاص لفيلم إيميليا من إخراج المخرجة العالمية المتميزة ميرا نايا من بطولة هيلاري سوانك، ريتشارد جير ويون ماكغريغور. فيلم نايرا يحكي قصة أسطورية عن إيميليا إيرهارت، أول امرأة تطير بمفردها عبر المحيط الأطلسي. Why do you want to fly? I want to be free. وصولها للشهرة. Lots of people are quite taken with you. How can I lose? واختفاء إيميليا الغامض عند محاولتها الطيران حول العالم عام 1937. I'll make it. I know I will. سيعرض المهرجان لائحة أفلام تمتد عبر شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما في ذلك قصص من فلسطين مع إيليا سليمان في فيلم الوقت الذي تبقى. أنت إيليا سليمان؟ تبولي. تستضيف قطر لأول مرة الفيلم التونسي الدواحة. مري وينو البيبي؟ وينو البيبي؟ مفهميش بيبي يا ريم، وينو البيبي؟ والفيلم العراقي ابن بابل للمخرج العراقي محمد الدراجي. لا 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 لا. أودري تاتو تضيء الشاشة في فيلم كوكو قبل شانيل باعتبارها أول مصممة أزياء وسيدة أعمال عصامية من إخراج آن فونتين. سي جيم بيان سينو بار سيت بلاك لي موان بوتيك لي زوتر إلو لا ريلاسيون. من منتجي فيلم لوست إن ترانسليشن يأتي الفيلم الثالث للمخرج داف بانيجل رود موفي. قام والله سكانا كي عايزين هنا بيكتشر ديكينغي بوروي. ضمن واحدة من أهم العروض الأولى مؤخراً فيلم سين نومبري للمخرج كاري فوكوناغا يحكي قصة انتقام حب وشرف على أثر المهاجر الأمريكي اللاتيني. الأفلام الوثائقية تتضمن العرض الأول في المنطقة للفيلم الوثائقي South of the Border للمخرج أوليفر ستون عن رحلة أوليفر المثيرة لمقابلة رئيس فنزويلا هيوغو تشافيز. Tú pregunta por qué no me mataron. Me mandaron a matar. Solo que yo soy un soldado. و Only When I Dance صورة ساحرة لمراهقين من فقراء ريو دي جانيرو. يا سامي ما يهونتاج سيدكي. قرر النجاح كراقصي باليه متحدين الظروف. Como diz aquele pai durão, né? Nunca viu falar isso, tal. E depois eu fui assistindo ele, fui vendo, tal. Agora eu tô em primeiro lugar. النسخة المرممة للفيلم المصري المومياء إنتاج عام 1969 للمخرج شادي عبد السلام سيتم تقديمه من خلال مؤسسة السينما العالمية. Would you be willing to wear a wire? We need your help. أفلام هوليوود المتميزة من ضمنها فيلم الكوميديا السوداء The Informant من إخراج ستيفن سودربيرغ بطولة مات ديمون في دور شاب واشي يعاني من مرض ثنائي القطب. Mark Whittaker, Secret Agent 0014. Why 0014? I'm twice as smart as 007. الكاتبين والمخرجين الحائزين على جائزة الأوسكار الأخوة كوين عادا مرة أخرى للمألوف في فيلم A Serious Man. دراما هزلية جنونية تستكشف مسائل الإيمان. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. والمسؤولية العائلية. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. مع مزيد من الأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية العالمية، مهرجان الدوحة رايبك السينمائي الأول من نوعه يعدكم أنه سيكون موعداً لا ينسى.